ينضم إلينا من باريس ماجد الخطيب، الكاتب والباحث السياسي. سيد ماجد، يعني كيف تقرأ هذا المشهد برمته، بالرغبة في التظاهر وما تخلل هذه المظاهرات من هذه الأحداث التي أدت إلى هذا المشهد؟ نعم، بداية تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. يعني أهلا دعينا بك. نقول بأننا الآن أن أوروبا بشكل عام وفرنسا بشكل خاص تمر يعني بأزمات تتعلق في مواضيع حقوق الإنسان وتتعلق في مواضيع التمييز العنصري. وهذه الأحداث عزيزتي يعني ليست وليدة اللحظة، وإنما يعني تعود جذورها إلى حوالي تقريبا يعني 20 عاما، عندما حذرت الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية في تقريرها الصادر في عام 2008 بأن هناك تزايد في حدة الخطاب العنصري وتزايد في حالات التمييز العنصري، وأرسلت آنذاك يعني الوكالة الدولية حوالي تقريبا 14 إنذارا تحذيريا إلى مجموعة من الدول الأوروبية، منها المجر على سبيل المثال، منها إيطاليا كذلك، لضرورة يعني وضع حد لهذه الخطابات العنصرية. طبعا الخطاب العنصري بالضرورة موجه هو ضد الأجانب، يعني بين قوسين ضد اللاجئين والمهاجرين سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين طالما أنهم غير أوروبيين. وطالبت آنذاك يعني الوكالة الدولية للحقوق الأساسية بضرورة يعني أن تتخذ هذه الدول مجموعة من التدابير وإخراج يعني القوانين المكدسة أدراج محاكمها إلى حيز التنفيذ، ويعني إلى صيرورة وضع يعني برامج تثقيفية وتوعوية من قبل هذه الحكومات لوضع حد لهذا الموضوع. ولكن يبدو أن عزيزتي الفاضلة يعني تصاعد يعني أو نمو واشتداد ساعد الأحزاب اليمينية الشعبوية جعل هذا الموضوع من مكان يعني قوننت هذا الموضوع، بل على العكس تماما نجد بأن يعني الخطاب العنصري بدأ يأخذ مداه أكثر ويعني يوضع في قوالب نظرية أكثر، وحتى أنه بدأ يترجم ضمن يعني برامج سياسية يستغلها بعض السياسيين على سبيل المثال مثل هنا في فرنسا ماري لوبان، كذلك أيضا يعني تصاعد حدة اليمين، كذلك أيضا في إيطاليا. أشير أيضا هنا على سبيل كمثال آخر يعني لتدعيم هذا الكلام، يعني فوز الانتخابات البرلمانية حصل اليمين المتطرف من مجموعة دول أوروبية فرنسا إيطاليا ألمانيا المجر السويد على 105 مقاعد، وهذا يعني يشير في دلالة خطيرة جدا إلى اشتداد ساعد اليمين المتطرف. وبالتالي عندما نتحدث نحن عن اليمين المتطرف نشير بالضرورة إلى أنهم المسؤولون بالدرجة الأولى على زيادة وحدة الخطاب العنصري. وبالتالي بالعودة إلى سؤالك والجزئية الثانية من السؤال عما حصل يوم أمس، أنا أتصور بأن ما حصل يوم أمس بصرف النظر بأنه كان موجها ومستهدفا ضد الأكراد لأنهم أكراد أو لأنهم أقليات، بتصوري بأنه من الناحية القانونية هو ذات الشيء، طالما نحن أننا أمام يعني جريمة عنصرية، كما أفصح أيضا القانون بأن دوافعه كانت عنصرية بمعنى أنه هو يستهدف الأقليات من غير الفرنسيين، وبالتالي بتصوري لا فرق إن كان الاستهداف يقصد الأكراد كأكراد أو بصفتهم كلاجئين أو مهاجرين موجودين على الأراضي الفرنسية. وبالتالي نقول هنا بأن يعني ما الذي يتحمل مسؤولية هذه الأفعال وهذه التصرفات بالضرورة هو ليونت القوانين الفرنسية في التعامل مع هذه القضايا، سيما وأن هذا القاتل يعني كان له مجموعة من السوابق، اعتقل منذ حوالي أكثر من سنة ونصف وأدين بحكم قضائي لمدة 12 عاما، ولكن بسبب يعني ليونت قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي يعطي الحق للمتهم أن يحاكم طليقا طالما أنه تقدم باستئناف لهذا الحكم، إلا أن هذا المتهم قام باستئناف هوايته بدلا أن يستأنف الحكم، وقام يعني التحضير لهذه الجريمة، قام بالتسجيل على سبيل المثال بنادي الرماية لتدريب يعني ساعده على هذا الموضوع، ومن ثم يوم أمس كما شاهدنا على شاشات التلفزة المحلية والعالمية كيف أنه أقدم على هذه الجريمة المروعة بحق الإنسانية بالدرجة الأولى وليس فقط بحق هؤلاء يعني إن كانوا كردا أو غير ذلك. طيب، ما هو المطلوب من الحكومة الفرنسية للتصدي لمثل هذه التفاعلات التي يموج بها المجتمع والذي أشرت إلى أنه لا ينفصل عما يحدث في عموم القارة الأوروبية؟ يعني المطلوب من الحكومة الفرنسية عزيزتي الفاضلة كما قلت في مقدمة الاستضافة ضرورة إخراج هذه القوانين
المقننة والمكدسة في أدراج القانونيين والمحاكم إلى حيز النمو والتنفيذ وزيادة البرامج التثقيفية والتوعوية، سيما وأن يعني المجتمع الفرنسي في عمومه هو يرفض يعني مبدأ العنصرية ويرفض مثل هذا النوع من الجرائم، حتى أن اليمين المتطرف غير مقبول في كثير من الأحيان من قبل الفرنسيين، وبدليل ما حصل في الانتخابات الأخيرة على سبيل المثال. صحيح أنهم تقدموا بأصوات مرتفعة قياسا عن المرحلة السابقة من حوالي 5 سنوات، ولكن مع ذلك يبقى صوت العقل في فرنسا هو الراجح، وبالتالي يجب على الحكومة الفرنسية بتصوري بأن تزيد من البرامج التثقيفية والتوعوية، أن يتم هناك تعديل في مسار بعض القوانين خاصة قانون الإجراءات الجزائية أو الجنائية، لكي يعني يصار إلى يعني محاسبة هؤلاء المجرمون الذين يعني يعتنقون هذا النوع من الأفكار ويقومون بترجمتها إلى أرض الواقع على شكل جرائم قتل. سيما ودعيني هنا أقول في نقطة وجزئية يعني شديدة الأهمية، أن فرنسا ألغت يعني عقوبة الإعدام منذ حوالي عقدين من الزمن، وبالتالي هذا يساعد في حقيقة الحال يعني الكثير من ممن يعتنقون الفكر المتطرف ويرون الأجانب يعني هم عالة على الحكومة الفرنسية أو عالة على فرنسا، يشجعهم ذلك على يعني القيام بأكثر من نوع من الجريمة. يعني هناك في فرنسا سجلت أكثر من حالة طعن على سبيل المثال بالسلاح الأبيض. دعيني أذكر لك على سبيل المثال في عام 2016 في يوم فرنسا الوطني في 14 جويلية 14 تموز، يعني أقدم سائق حافلة على دهس يعني أكثر من 180 شخصا على مسافة 2 كيلومتر بسيارته الشاحنة. وبالتالي يعني عزيزتي يعني هذه ليست المرة الأولى التي يضرب الإرهاب فرنسا، ولكن مع ذلك نجد مع الأسف الشديد أن الخطاب ما زال يعني قزما يتجه فقط وزير الداخلية إلى جيرال دارمانان، إلى اعتبار هذه المسألة فقط في كثير من الأحيان مرتبطة في الإسلاموفوبيا، لكن هي المسألة بتصوري أعقد وأكبر من ذلك بكثير، بدليل ما حدث يوم أمس على سبيل المثال. هذا الرجل ينتمي إلى اليمين المتطرف ورجل يعني متحزب، يعني ينتمي إلى حزب سياسي له أكثر من سابقة جنائية في هذا الموضوع، ثم يخرج علينا وزير الداخلية ليقول بأن هذا الرجل يعني غير مصنف على لوائح الاستخبارات الفرنسية الداخلية الخارجية بأنه يعني مصنف على قائمة الإرهاب. إذا ما الذي يمكن تسميته من الناحية القانونية هذا الفعل الجرمي الذي ارتكبه غير أنه عملا إرهابيا جبانا؟ طيب تداعيات يعني مثل هذه الأحداث على يعني التوجه نحو اليمين المتطرف في كل أنحاء القارة الأوروبية، هل يمكن أن يكون لذلك صدى؟ يعني لا أتصور عزيزتي بأن هذا الموضوع سيكون له صدى لسبب، يعني على سبيل المثال دعينا نتذكر أنا وأنت منذ حوالي 2 أو 3 سنوات عندما أقدم أيضا يعني مواطن من أصول أسترالية في نيوزيلندا إلى ارتكاب مجزرة في يعني في أحد المساجد هناك، وكانت النتيجة بأنه تم اعتقاله، وحتى هذه اللحظة يعني لم يصدر حكم إدانة في حقه. كذلك أيضا يعني تصاعد يعني اليمين المتطرف في ألمانيا كذلك أيضا، وارتكاب أيضا مجموعة من الجرائم في حق الأجانب وبحق اللاجئين وخاصة الأفارقة السود، ومع ذلك يعني لم نلاحظ يعني إجراءات صارمة للحد من هذا الموضوع، بل العكس نجد بأن هذا النوع من الجرائم يتصاعد بسبب اليونت ويعني ضعف القوانين التي تعالج هذا النوع من القضايا تحت مسميات مختلفة، منها تارة الدفاع عن حقوق الرأي والتعبير وغير ذلك، لكن هذه الخطابات عزيزتي التي تبدأ يعني في وسائل التواصل الاجتماعي وتأخذ يعني منعطفا تدريجيا في التصاعد، يأتي أحد الأشخاص ممن يعني يعتنقون هذا اليمين المتطرف ويقدم على ارتكاب هذا النوع من الجرائم، وبالتالي من الصعب جدا يعني محاصرة هذا الموضوع من قبل الجمعيات او من قبل المنظمات الحقوقية ما لم تأخذ الحكومات الأوروبية على عاتقها برامج يعني توعوية وتثقيفية معينة وإدانة ضرورة سن قوانين معينة تعيد النظر في القوانين الحالية او تعيد فرض نوعية معينة من القوانين الأخرى لكي تجرم هذا النوع من الأفعال. نعم. وخاصة أن هذا النوع من الجرائم يبدأ بالدرجة الأولى بالتصريحات الشفهية سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتحريض على الكراهية، ثم ينتهي في نهاية المطاف بارتكاب هذا النوع من الجرائم.